صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، فما هو الناسخ له؟ الناسخ له الأمر بالجهاد مطلقا، الأمر بالجهاد مطلقا، الآيات التي أمر الله بها بالجهاد مطلقة هي التي نسخت القتال في الأشهر الحرم. الله شرع الجهاد ولم يحدده بوقت، لم يحدده بوقت. نعم.